السلام عليكم، معكم اخوكم عمر، حياكم الله اليوم في فيديو جديد من لعبة ماريو ميكر. طبعا هذا يا شباب الفيديو شاطح شوي، راح يكون تحدي بيني انا ومبارك. طبعا اعطيت مبارك 4 مراحل واعطاني 4 مراحل، راح العب المراحل اللي اعطاني اياها وراح العب المراحل اللي انا اعطيته اياها. ان شاء الله انكم فهمتوا هذه الفكرة، تحدي يعني بيني وبين، ان شاء الله اني اقدر انا اخلص مراحل اكثر منها باذن الله. طبعا رابط قناة اخوي مبارك في مربع الوصف، ادخلوا شيكوا على الفيديو. بعد ما تشوفوا الفيديو عندي ادخلوا تلقوا الفيديو اللي هو نزله، بتلقونه موجود في قناته. شوف المراحل اللي اعطيته اياها جلد، باذن الله باذن الله اني افوز عليه. طبعا اتمنى يا شباب انكم برضو تدعمونه، يستاهل والله مبارك. اللي يروح يشوف الفيديو عنده يضغط له لايك ويشترك في قناته ويكتب له جايك من طرف عمر او من طرف اوشو. فما بيطول عليكم اكثر من كذا في المقدمة، اتمنى يا شباب اللي ما اشترك في القناة يشترك، تضغطون زر اللايك، تنشرون الفيديو. هذا الفيديو شباب نقدر نوصله فوق 1500 لايك، انتم بقدها وتقدرون توصلونها باذن الله. واحتاج يا شباب الدعم، يعني واصلين 13000 مشترك يعطيكم العافية، نبي نوصل 15000 ان شاء الله قريب وبس. اوكي عزيزي المشاهد عزيزي المتابع، اربط حزام الامان وخلونا نبدأ. طيب شباب هذه أول مرحلة أعطاني إياها، لعبوها 16 شخص، عدد المحاولات 151 واللي فازوا فيها 4. واضح يا شباب إن المرحلة جلد، الله يستر من مراحل مبارك. هذا الفيديو ناوي عليه نية، لكن بإذن الله أن نفوز بإذن الله. صديق، لحظة شوف. أوكي لا هذا بدون ما انط، يعني شوف 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 الحين كذا الخطة، ارجع 1 2 3 4 ونط نط. اها فهمت، لا فهمت الحين، الحمراء لازم انط نطة قوية، اما الخضراء عادي. اوكي الان الان اوكي 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 والله عليك يا تيس، ليش يا تيس ليش؟ سلامات، ليه؟ خير يا اخي، جايبها صح، يسوق ام هذا. التركيز التركيز، القص يا اخي، الدجاجه هذه كيف اجيها؟ ما ادري ما ادري، سلحفاه ما ادري، بطه ما ادري اللي هي، عاد الحين هذه دقق يا عيال علي، ترى الغضب هذا يخليك تطلق القاب جميله كذا، يعني لا تدققون عادي يا عيال. يا سلام عليك، فك النطة يا تيس، فك النطة، نجيبها يا عيال لعيونكم هذه، ولا لا اللي بعدها الحين لعيونكم أنا متأكد. تركيز تركيز، أوكي تركيز، أوكي أوكي أوكي، أحاها. هذه مفروض ما تنط يا بطل، مفروض ما تنط. اوكي اوكي الله 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 الله، المفروض امشي عادي، المفروض امشي عادي، ما يحتاج يا اخي انط. هذا شباب لعيونكم، تستاهلون لعيونكم. اوكي شفتوا القهر، شفتوا القهر يا لند الفوز، لكن باذن الله لعيونكم اجيبها. سلام عليك يا اوشو الاسطورة، يا سلام والله كبير، نجيبها يا حبايبي لعيونكم والله تستاهلون. ونروح للمرحلة الثانية وننجلد فيها. طيب شباب هذه المرحلة الثانية لعبوها 75 شخص، فاز فيها 12 شخص، والمجموع اللي محاولات فيها 561. واضح ان المرحلة بكاء على اسمها، دونت كراي، ما عليك ماني الله يستر. هاي هلا بحبيبي هلا، هذا كذا يا صديق، هذا كذا يا صديق، والله واضح انها كراي. ما شاء الله تبارك الله، الله يسعدك ما شاء الله عليك. طيب شوفوا شوفوا يا عيال، شوفوا الذكاء والأسطوري. طيب
طيب يا عيال، قبل شوية قفزت. والله انك تيس، ما قفزت ولا حاجة. شوف شوف شوف. والله صعبة يا مبارك صراحة، بس ان هذه المرحلة بجيب فيها العيد. يا اخي قبل شوية ما اديت فيها يا اخي، ايش الغباء هذا؟ لحظة، بسم الله وعلى بركة الله، اليك الحظ التعيس. حسبي على الايام والحاضر دي. هذا عيال ترى فيها فكرة وفيها خطة يعني، بس انا ماني مستوعب كيف اسويها للامانة، لكني باذن الله اني بعديها بهذه الطريقة. لا نأيس ابدا. معقولة كذا؟ معقولة؟ ممكن؟ والله خطتك نائمة يا صديقي، حتى فطر ما فيه ولا أي موضوع. يا أخي على طرف أبو الشوكة، على طرفها. بسم الله وعلى بركة الله. عدل جلستك يا صديقي. أوكي أهدأ. مدير مدير، أطى كلام، ما في كلام زيادة. أيوه أيوه، هنا عيال ترى فيه فيلم، أنا متأكد 100%، يعني هنا عيال فيه فيلم. والله أنا متأكد إني هذه بحتاجها. شوف أنا عاد بدرعم بدون ذي، واللي فيها فيها يا رجال، الموت واحد قال لك. والله اني نطيت، قسما بالله اني نطيت، لكن التيس تيس ما نط. اقفز اقفز يا ولدي اقفز، بارك الله فيك. ايوه ما شاء الله، الله يسعدك، الله يخليك، الله يسعدك. اوكي يا سلام عليك. ابو عظمه، هاهاها ابو عظمه، ابو ممتاز ابو عظمه، بارك الله فيك يا ابو عظمه، يا ابو عظمه بارك الله فيك. هلا هلا بالعيال، هلا بالعيال. السمك المشوي حلو، جبنا امها يا حبيبي، جبنا ام الفوز. والله حلوه يا المرحله، بدايتها صعبه بس ما هي صعبه مره يعني، تعرفون جلاد. روح اللي بعدها. اوكي شباب، هذه المرحله الثالثه، لعبها 17، فاز فيها 3 اشخاص، 214 محاوله، واسمها Let's Go Easy Kaizo. كايزو هذا ما ادري ايش معناها، مبارك شرح معناها، بس انه هو شرح معناها. والله انا ادري من ناحيه كايزو يعني صعب. اوكي لا 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 لا، صديق صديق ما يصير يا مسلم، ما يصير كذا، لا اتق الله يا اخي، اتق الله اتق الله. تعالي انت يا البطل العجيبه. طيب اوكي اصبر، اهدي يا اخي، هذا لها نقزه غريبه، هذه لها نقزه، انا ما اعرف الامور هذه، لاني تعرفون الاساطير لهم كبوات، كل جواد كبوه. بعدين هذا ايش تبي فوق هذه؟ شوف خلك على هذه الثلجه، عرفتوا؟ انتبه انتبه. ايوه ايوه ايوه، على الثلج على الثلج، صح على الثلج يا ثلج. وش دخل ثلج يا اخ؟ ما ادري عاد، هم ناني زعلوني، عرفتوا كيف يا عيال؟ يا حبيبي ما شاء الله تبارك الله، موت انتحر يا اخي. والله اني عيال كنت اضبطها قبل، تدربت عليها كذا حاجه بسيطه، بعدين تيست. اصلا 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 اصلا, أصلاً مخي تيس. ايوه شوفوا الطريقه، انك تكون واقف بين الثلجه وبين الحجره، عرفتوا الطريقه يا حبيبي؟ انك تموت. فلسفه تبي توقف وين؟ هنا. ايوه ممتاز، ايوه خل هذه تطلع، يلا انقلعي. اوكي شفتوا كذا يعني، بذكاء وفطره. الله بعد ما قعدت 10 دقائق يا شيخ،
اوكي طيب الحين كيف الحل؟ ما شاء الله. ليه يا حيوان؟ والله حيوانة قسما بالله انها حيوانة ونذالة. شوفوا هذا كيف يا عيال، والله يا ابو برطم حيوان. هيا خذ لك ابو برطم حيوان. طيب شوفوا شوفوا بركوب وذب امه. والله يا الكش شلون ما ادري. حلو 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 حلو. ريسيت ريسيت. اعطيني اعطيني. الله يسعدك الله عليك الله عليك الله عليك. والله اسطوري. صعبة والله صعبة بصراحة، صعبة يا عيال بكل أمانة. ليش وسط الشوك على طول؟ ممتاز. يا صديق كيف كذا؟ خلوني أجرب طريقة. والله لا تجرب ولا حاجة لأنك فشلتنا. يا سلام عليك. ليش يا أخي ليش؟ ليه فتحتي شنطتي؟ ليه؟ ليش ترميها وراء؟ منتك الله يا حبيبي يا بروح قريب يا بي يعلم الشوق. أبى أجرب خطة. يا أخي لا والله ما هو كذا، والله إن هذا مي بخطتي الغبية. خطتي عيال الغبية إني أيوة. شوفوا كيف كذا فهمتوني، بعدين أنط على الذا يعني عشان تزبط. أو أجرب يعني ماني بخسران حاجة. شوف كيف. وله والله يا عيال والله العظيم إنه مخ. شو السالفة؟ تكفون تكفون ريسيت تكفون تكفون ريسيت. يا سلام. حلو 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 حلو. ارم 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 يا يوشي 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 يوشي. الله يصلح لي حالك يا يوشي يوشي. شوف 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 شوف. لا 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 لا, لا يا حبيبي لا لا يا حبيبي لا. ها أقف يا زول. أوكي هاو هاو ارحب مليون. ما شاء الله. لا 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 لا. ايه شوفوا شوفوا هذه 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 عادي عيال يبيلها تكتكة. يوشي خليك متكي شوية يوشي. لا 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 مش مو. شوف أنا الحين أعلمكم بالذكاء والفطرة. لا يروح لا يروح والله لا يروح يوشي. أسفين أسفين أسفين. هذه بلا طق 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 كذا. لا بعيد من هناك. لا يرحم لي والديك تكفى. لا والله عيل بعيد. يا اخي ليه ليش 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 ليش. طيب زبطت معانا ليش؟ ليش السالفة؟ وش السالفة يا ولد؟
يوم الحين بعيد من اول. يا ليت حتى الحجر انفجر، يا ليت حتى الحجر انه انفجر. بسم الله الان حبيبي جلد نجيبها. خلاص يا اخوي الله يرحم شيبانك، ترى وقسم بالله انك فليتها. حلو حلو حلو، مكانه ممتاز جدا. هنا نوريك يا باوزر الشرير، وخذ لك فوز. استلم يا حبيبي فوز، اخيرا فوزنا، ما بغينا نفوز. والله مبارك، الله يسامحك على ذي المرحلة يا شيخ، والله قعدت فيها طويل. الحين بشوف كم قعدنا. نروح للمرحلة الأخيرة طبعا. قعدت فيها ربع ساعة، والله طولت يا عيال. طيب شباب، هذه المرحلة الأخيرة لعبوها 7 أشخاص، فاز فيها 2 بس. عدد المحاولات 265 محاولة. الله يستر. والله شكلها عيال جلد. كان يو نشوف نشوف الحين. ايش الموضوع؟ موت يعني، ما في الا موت هنا، ما في الا موت. بس انا شفت عيال 2 قنبة كذا جايين على السريع. يمكن يبغاني انطلق على طول في البداية، ممكن. اوكي طيب، بعدين يا روح امك ايش بتسوي؟ ممكن كذا؟ لا والله مو ممكن كذا. اوكي اوكي صديق ايش العلم؟ اوكي يا سلام. الله 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 الله، حرام. اوكي سلام عليك يا ولدي. يا اخي لا بستعجل ليه؟ ممكن عيال من هنا يعني كذا تشوفونها اسوي، عرفت لبنى السريعه. والله لبنى الغبيه والله، عاد ما ادري اذا لحقتوا انتوا عيال على لبنى السريعه ولا لا. ممكن بارك يعرف معناها. في شيء يا عيال هنا خليني اطلع، ما في حاجة يا عيال كذا تخليني اطلع. اقسم بالله اني نطيت. اوكي هل هي عيال عدزة ولا لا؟ والله ما ادري، عاد انا بجرب واشوف. شوفوا وش اللي شوفوا بعدين كذا نازل مستقيم ماريو. الله 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 الله. اوكي يس جبناها اخيرا، جبناها يا رجل. كسرت اصابعي ذي المرحلة. معروف يا عيال ماريو الاول اصعب شيء في ماريو كله، صعب. خلصنا كل المراحل اخيرا، بيس. الله يسعدكم يا شباب. طبعا هذا الفيديو بسيط وخفيف لطيف قصير، يعني تغيير نوعا ما. وحب اقول الله يعطيك العافية اخوي مبارك على المراحل، والله جميلة وجلد في نفس الوقت. بس الحمد لله ما خيب ظنك اخلصها كلها، وانا متأكد انك تقدر تخلص كل المراحل اللي انا اعطيتك اياها. طبعا الله يسعدكم يا شباب على المشاهدة، الله يسعدكم على الدعم. أتمنى يا حبايب قلبي أنكم تدعموني في جميع الفيديوهات، يعني بصراحة ماريو ميكر والله يثلج صدري الدعم اللي أشوفه والمشاهدات. لكن الألعاب الثانية للأمانة والله ما أشوف عليها إقبال كبير أو مشاهدات، يعني أتمنى تدعموني. يعني حتى لو أنت شخص ما تحب تابع ألعاب إلا ماريو ميكر عندي في القناة، ادخل على قناتي، اضغط لايك، انشرها لأي أحد من أصحابك أو أصدقائك، يمكن في أحد يعني يعجبه هذا الشيء.
هذا الشيء يدعمني ويحفزني. فأتمنى والله يا شباب منكم الدعم، أتمنى منكم الدعم، أتمنى منكم الدعم. أنتم ما راح تخيبون ظني، بالعكس يعني راح توصلوني للي أطمح له أكثر. ما بيطول عليكم يا شباب أكثر من كذا. في النهاية أحب أقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام.